كرابيج حلب من الحلويات الشرقية المميزة. مكوناتها الأساسية: الدقيق، البيض. تعتمد على القطر في إعدادها، وهو من المكونات الأساسية فيها. ومن الممكن أن تقدم مع الشوكولات ذائبة أو السكر المطحون ليعطيها شكلا شهيا وجذابا، إلا أن إعدادها وتقديمها مع القطر ما زال يحتل المرتبة الأولى حتى الآن. الكرابيج هي بشكل عام تنعمل من السميد الناعم، كل كيلو سميد نص كيلو سمنة، 500 غرام سمنة و300 غرام مي. بنعجن السميد مع السمنة بطريقة جدا كويسة لحتى يتجانس وتشرب السمنة، هالسميد يشرب السمنة كلها على الآخر، وبعدها بنحط له المي بنعجنه فيها مع شوية حليب بودرة لحتى يعطيها لون الأحمر أثناء الخبيز. حشواتها ممكن تصير أشكال مختلفة، ممكن تصير فستق حلبي، ممكن جوز، أهل حلب بيفضلوا الجوز أكتر شيء، وممكن تصير عجوهية نفس العجينة منشان البيوت اللي بيحبوا يشتغلوها. العجينة وحدة للكعك ولكل هالأمور هاي بتصير. مثل ما لكم شايفين العجينة صارت جاهزة عنا هون، والجوز بيتبل مع شوية قطر وسكر وقرفة وما زهر حسب الطلب.